هاتف الناقد الرياضي زميلنا احمد درويش. احمد، هل المعلومات اللي انا بقولها دي تبدو سليمه ودقيقه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ العميس، تحياتي لحضرتك وكل مشاهدينك. انا عايز احييكي مبدئيا على السرد والتحليل شكرا. ده. انت حضرتك ما سبتش حاجه، يعني لا، انا بس ايمان حاولت ان انا كان اشرح القصه كلها على بعضها، لانه انا لقيت ان احنا ما عندناش معلومات، فقدرت ان احنا نلم مجموعه معلومات. بس قولي لو كان في اي تصحيح لفي هذه لا المعلومات. ده انا بحييكي جدا جدا شكرا. على الالمام وعلى السرد. بصراحه كل المعلومات اللي حضرتك قلتيها دقيقه 200%. خليني استعرض معاكي كام نقطه سريعه اتفضل عناوين عشان ما اتفضل. اطولش على وقت لا حضرتك ولا اتفضل وقت الشباب المستمعين. اتفضل. اولا، كل ما تردد عن وجود اجتماع ما بين وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي والسيد استاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره النهارده كلام عار تمام من الصحه. انا تواصلت مع الاستاذ جمال علام منذ دقائق واكد لي انه لم يحدث، ان هو الراجل لما رجع النهارده في وقت مبكر من النهارده فجر اليوم، وراح جامعه بني سويف عنده معسكر حكام عادي جدا جدا باشر اعماله يعني كرئيس اتحاد كره طب يمكن مصر. يكون عنده اجتماع لاحق مثلا، او اجتماع مثلا احنا ما نعرفش عنه. نفى جمال علام رئيس اتحاد الكره من دقائق، وهو رجل انا اثق فيه ما ثقه عمياء، ما عندوش مصلحه ان يخبي ان في اجتماع مع السيد وزير الشباب ولا لا، وهو الموضوع لو تم مش هيستخبى يا استاذ الامين. نعم. فالراجل قال ما حصلش ولا اتكلمنا في اجتماع ولا اجتمعنا ولا في اي حاجه تخص موضوع الزمالك ما بيننا وما بين وزير الشباب والرياضه. طيب. نحن جهه المنوطه اتحاد الكره هي الجهه المنوطه بتنظيم العمليه التي تخص قيد اللاعبين في الكره المصريه وفقا لتعليمات الاتحاد المصري لكره القدم. طيب. لا الدوله تتدخل في قيد لعيبه ولا الدوله تتدخل في وساطه لدى اشخاص او لدى انديه ضد انديه. نعم. ده مبدئيا. اتفضل. الجزء الثاني بقى، ده اول شيء انه جمال علام جاي عنده ارتباطات ولن يلتقي بوزير الشباب والرياضه، ولا علاقه للدوله بقصه قيد نادي الزمالك. طيب، هل الموضوع زي ما انا قلت كده مجمد؟ يعني ايه الوضع بتاع موضوع قيد اللاعبين؟ تمام. الموضوع كالتالي يا مدام غميس، يوم 31 يناير اتحاد الكوره لما طلع بيان قال صراحه تم غلق باب القيد والزمالك لم يقيد لاعبين. ده وفقا للبيان الرسمي، عبارات واضحه ما فيهاش وجهه نظر. يعني ايه؟ يعني اتحاد الكوره ما قالش في بيانه ان تم قيد اللاعبين ولن يقبل بمشاركتهم الا في حال استكمال الاجراءات او تسديد الفلوس. ما حصلش، هو قفل الباب نهائيا. طيب ايه العمل عشان جمهور الزمالك والناس تبقى فاهمه ايه اللي ممكن يحصل او هيحصل في الساعات اللي جايه؟ الامر بيحتمل حاجتين يا استاذ غنيه. الحاجه الاولى، الزمالك بيقدم من خلال اتحاد الكره المصري بيرفع التماس او شكوى الى الاتحاد الدولي الفيفا بما انه هو المسؤول عن تنظيم اللاعبين وقيادهم على مستوى العالم. الفيفا بياخد قرار من اثنين. اول حاجه، لو موقف الزمالك سليم الفيفا بيبعت الاتحاد المصري بيقول له لا موقفهم سليم افتح السيستم واقبل مشاركتهم، او بيرجع الامر الى اتحاد الكره يقول له ده امر خاص او امر شان محلي يخص اتحاد الكره فهو صاحب القرار. فهو لا. صاحب الايه؟ ثواني بس، معلش يا احمد، هنا يلجا الزمالك بمفرده كده للفيفا ولا من خلال الاتحاد؟ فانا قلت لحضرتك لا يجوز ان يلجا نادي الى الفيفا الا من خلال الاتحاد الاهلي او الاتحاد المصري يعني. وبالتالي شكوى الزمالك الى الفيفا لابد ان تكون عن طريق اتحاد الكوره. اتحاد الكوره هو المخول او المفروض الجهه الوحيده اللي تقدر تخاطب الفيفا. ما فيش انديه بتخاطب الاتحاد الدولي يا فندم. الاتحاد الدولي بيتم خطبته عن طريق الاتحاد المصري لكره القدم. وبالتالي من حق الزمالك انه يرفع شكوى للاتحاد المصري يقول له طالما مش هتحل لي مشكلتي ابعت لي الشكوى دي للفيفا، وبيتم ارسالها في نفس الثانيه الى الفيفا. بس هنا في مشكلة تانية، إذا قرر الفيفا أن يبحث القصة فسيجد أن هو الزمالك خد بطاقة اللعب الإفريقي دون أن يسدد برضو جزء من المديونية اللي عليه، فدي برضو هل معرفش هل دي مؤثرة ولا غير مؤثرة؟ بص، هي دي رواسب قديمة نتيجة إلى علاقات شخصية. أنت عارفة أن كان في جهة مثل الزمالك واتحاد الكورة
تعاقب عليه اربع خمس لجان منذ 2019، يعني منذ هنا بوريدا، ثم لجنه خماسيه عمرو الجرايني، ثم لجنه ثلاثيه محمد مجاهد، ثم اتحاد كوره. فدي تراكمات ديون قديمه لا يحاسب عليها اتحاد الكوره الحالي، لا يحاسب عليها اتحاد الكوره. كل انديه مصر زي حضرتك ما اتفضلتي قلتي عليها مديونيه، المديونيه دي بيتم بقى ايه؟ هم ليهم ليهم 199 مليون اظن، الاتحاد ليه 199 مليون في كل مدام نميل في الانديه. اتحاد الكره له ديون على نادي الزمالك، اول حاجه 69 مليون قديمه، ثاني حاجه 2 مليون و800 نظير قيد الثلاث لاعبين الجدد. يعني الزمالك لوحده من مديريه اتحاد الكره يا مدام غميس هو يمتلك 71 مليون و800 الف جنيه، يعني 72 مليون جنيه. فاتحاد الكره ما خدش كل مديوناته الانديه، لكن هو من شخص عمل بيان وقال يا جماعه تعالوا جدولوا مديونيه عشان نأيد اللعيبه. كانت طيب. رساله واضحه وصريحه. اسئله تانية، هل من حق اتحاد الكره ان يوقف قيد او لا يقبل قيد لاعبين؟ يعني هل ده من صلاحيات الاتحاد؟ ما برضو الناس بتسال، هل ده من صلاحيات الاتحاد؟ يعني المديونيه شيء مفهوم، بس هل من صلاحيات الاتحاد ان هو يوقف قيد عمرها حصلت قبل كده؟ بص يا مدام امين، طالما اتحاد الكره ابعت او ارسل خطابات رسميه الى الانديه، خدي بالك ده ما اكتفاش بالبيان، اتحاد الكره ارسل الى كل انديه الدوري المصري خطابات رسميه بيقول لهم ان انا بفكركم بميعاد القيد وبفكركم بجدولة المديونيه، والا سيتم حرمانكم من كذا. وبالتالي اتحاد الكره هو المنظم للعبه، هو الذي يمتلك اللوائح وشؤون اللاعبين في مصر، وبالتالي طالما المديونيه زادت والا ما حدش يدفع بقى. انا ما اتكلمش على الزمالك كنادي زمالك، لا لا، والا الجميع كله ما يدفعش. وهو هنا هي دي المشكله، انه لو قبلت الاموال، لو حتى لو حصل الالتماس ورحنا الفيفا والكلام ده كله وقبل كل ده وسجل اللاعبين، وطبعا ده لمصلحه اللاعبين ومصلحه الزمالك، واكيد كلنا طبعا نحب مصلحه طبعا النادي الكبير واللاعبين، لكن هنا هنا قواعد اللعبه بيتم خرقها، او قواعد التنظيم بيتم خرقها، لان الملتزم حتى لو نادي صغير هيقول لك ما انا التزمت وجيت على نفسي، ويعني دوست على نفسي، وانا نادي صغير ودفعت ال 3000 جنيه ودفعت ال 400 جنيه، في ناس دفعت مبالغ صغيره جدا، فبيقول لك انا التزمت ودفعت ده وانا نادي صغير، فانت بتنحاز، وهو ده الاتهام، بتنحاز للنوادي الكبيره. ده هيبقى خرق للنظام والقواعد وهيأثر سلبيا على عمليه القيد. وممكن لا، هو السؤال، ممكن هذه النوادي تتقدم بطعون. وما اعلمه ان النادي الاهلي المصري الاهلي سيتقدم بشكوى وطعن في حال اذا اتحاد الكره ما اخذ قرار منفرد بقيد اللاعبين وقبول اوراقهم، ده معلوماتي. انما اتحاد الكره ما اعلمه برضه من رئيس الاتحاد شخصيا ان اتحاد الكره موقفه ثابت ولن يتغير، وعلى الزمالك اذا راى انه متضرر ان يلجا الى الفيفا في هذا الحصر. يستطيع هنا بس سؤال، يستطيع الزمالك ان يلجا منفردا للفيفا لا ولا يمكن؟ لا يمكن الا من خلال اتحاد الكره. طب هو اتحاد الكره هيوافق ان هو يعني طبعاً، وهو الخصم يوافق؟ طبعا اتحاد الكره هيوافق، ده هيرفع شكوى، يرفع شكوى نادي، ده قالت بيخ لوائح وقوانين اتحاد الكره لازم يبعت شكوى الزمالك. ليه اتحاد الكره لا يخرج لايضاح الموقف؟ بصي، هذا شأن يخص اتحاد الكرة، أنت تعرفي إن الجو حالياً مغفل بالغيوم زي ما بنقول وبالألغام، فالناس يعني في البعض يتجنب ال طب مصير اللاعبين دول إيه بقى؟ يعني هو ده والله والله ده سؤال إحنا كلنا في مصر حاولنا إجابته. قانونياً لا يحق رجوعهم إلى الأندية، قانونياً لا يحق رجوع اللعيبة دي إلى الأندية، إن خلاص طلعوا من سيستمهم، من سيستم النادي، والمفروض معلقين. هم دلوقتي موقفهم على اتحاد الكره ايه؟ معلق قيد النظر يعني، وبالتالي يمكن رجوعهم، ده حسب اللوائح والقوانين. الامر كله دلوقتي يا مدام نميس متروك الى الاتحاد الدولي. وعايز اقول لحضرتك على حاجه، نادي الزمالك كان اعلن ان يوم الاحد هيودي 10 مليون والموضوع هيتحل، صح؟ اللعيبه بكره الزمالك هيلاعب فاركو، لعيبه ثلاثه غير موجودين بقائمه الزمالك في مباراه فاركو، لان لسه الامر لم يتم حله، مفيش أي حاجة جديدة هتحصل إلا في الحاجة الوحيدة اللي أنا ذكرتها لحضرتك، اللجوء إلى الفيفا ورد الاتحاد الدولي. شكرا الناقد الرياضي أحمد درويش.